مع الضبابية الحديث بأن الفوضى تخيم على حزب الله بعد مقتل يعني قادته المحوريين الذين يؤثرون على الرأي العام داخل جمهور حزب الله؟ الموقف السياسي اللبناني إن كان الحكومة والاتصالات يبدو ضعيفا وهزيلا بعد الليلة الماضية، بعد هذا المشهد المباشر للضاحية الجنوبية لبيروت، الانهيار مستمر، تدمير، طرد اللبنانيين من قراهم في الجنوب، إسرائيل لن تصغي إلى 17/1 ودعوة الحكومة ووقف إطلاق النار الذي تبناه حزب الله، بل شمال الأولي ومشهد جديد قد يرسم للبنان. دعنا لو سمحت روبير نبدأ من حيث انتهيت. الدعوة إلى قرى إضافية 25 قرية وبلدة للتوجه إلى ما بعد نهر الأولي. هذه المسألة يجب النظر إليها بعين الخطورة الشديدة. ذلك أن موضوع نهر الأولي كفاصل بين الرغبة الأمنية الإسرائيلية وبين لبنان تعيدنا بالذاكرة إلى العام 1982 حين نزلت القوات الإسرائيلية بحرا ثم توجهت قرب الأولي ثم توجهت إلى الأولي. هذه النقطة هي نقطة استراتيجية وكانت رغبة دائمة عند الإسرائيليين في العام 1983 أثناء توقيع اتفاق 17 أيار أن تكون المسافة الأمنية التي يستطيع الإسرائيليون التعقب فيها تصل إلى الأولي. هذه من ناحية. طبعا هذه المسألة تسبب ضغطا هائلا للنزوح وتسبب قلقا شديدا وربما تمهد لنوع من الاجتياح البري أو الاختراق البري غير المسبوق والذي يضع كل المسألة من جديد في إطار آخر، يضع أوراق جديدة على هذا الإصرار من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. ضعف الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الأعمال أو الطبقة السياسية التي تسعى إلى اتصالات لن تؤدي إلى فتح قوة في هذا الجدار المسدود منذ سنوات. الضعف الذي يصيب بنية حزب الله، الفوضى التي تحذر منها جهات دولية، كيف يمكن اختصار النتائج في حال ذهبت إسرائيل إلى هذا الاجتياح البري غير المسبوق؟ حتى الآن بالنسبة إلى حزب الله، حزب الله تلقى ضربات قوية جدا، خسارة بالعناصر على مدى سنة كاملة. الأسبوعين الأخيرين كانا مؤلمين بالنسبة إلى حزب الله من انفجارات البيجر، آلاف المقاتلين صاروا خارج العمل المقاوم، ثم فرقة الرضوان، ثم مقتل فؤاد شكر، ثم الأمين العام لحزب الله، وثم هاشم صفي الدين الذي يرجح أن يكون قضى قبل يومين في الغارة الكبيرة على المريجي الضاحية الجنوبية. لكن حزب الله أعتقد أنه ليس مضعضعا على المستوى السياسي بدليل خروج عدد من نوابه ومسؤوليه على الشاشات وإعلان المواقف السياسية، وخصوصا بعد الدعم الذي أتى به وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت والذي أصر على ربط غزة بلبنان وعلى دعم المقاومة حتى ولو لم تكن غزة مرتبطة بلبنان حسب ما يقول الرئيس ميقاتي ويقول أستاذ بشارة. تمايز موقف عباس عرقجي من بيروت عن موقف حسين الحاج حسن رئيس كتلة وفاء للمقاومة تكتل على بك الهرمل يتحدث عن 17/1 وقف إطلاق النار بعد يعني الترويج من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن وحدة الساحات، عن ربط جبهة يعني لبنان بغزة، ويصر على هذه المعادلة الإيرانية.
هو انقسام بنيوي بين حزب الله أو انفصال عن الحرس الثوري وعن إيران، أو هو التضحية بحزب الله على ما بات الكل يعلم مقابل المليارات ورفع العقوبات الأمريكية والتي بدأت بالأمس؟ أعتقد أن الإيرانيين يحاولون أن يدعموا حزب الله من خلال رؤيتهم العامة لوحدة الساحات، وأن ليست مسألة خلاف بينهم وبين حزب الله، لكن المسؤولين في حزب الله في لبنان يرون أن وضعهم العسكري وضعهم السياسي يستلزم بعض المرونة، لكن هذه المرونة كما بدت محدودة. يقولون فليتوقف إطلاق النار وبعدها نرى وبعدها نبحث، ثم قال قبل قليل أحد نوابهم أمين شري فليتوقف إطلاق النار نبحث بعدها ونقطة على السطر، يضعون نقطة على السطر. هم بذلك يتماهون، أو الرئيس ميقاتي يتماهى مع موقفهم بطلب وقف النار فقط، ومطلب وقف النار فقط والكلام عن تطبيق 1701 هو مسألة ملتبسة، باعتبار أن تفسير تطبيق 1701 كان على مدى السنوات الماضية منذ 2006 حتى أيامنا هذه كان عرضة للأخذ والرد. نعرف ما تعرضت له قوات الأمم المتحدة، نعرف القيود المفروضة على الجيش اللبناني. الرئيس ميقاتي لم يصل إلى مرحلة المسؤولية الحقيقية التي يقول بها نحن يجب أن نوقف إطلاق النار زائد كذا وكذا. هو كمن يقول لا إله بدل أن يقول لا إله إلا الله. المفروض بالرئيس ميقاتي على ما أعتقد أن يذهب خطوة إضافية باتجاه القول أن الجيش اللبناني يجب أن يذهب إلى الحدود وأن تعلن حالة طوارئ، وبذلك يكون قد خطى خطوة. وبيد الرئيس ميقاتي وحكومته، ولو كانت حكومة ليس غير مكتملة الشرعية لكنها حكومة أمر واقع ومسؤولة، وبيده أن يعلن حال الطوارئ وأن يقول يجب أن نرسل الجيش لكي يتقدم خطوة إضافية في العمل مع المجتمع الدولي وحتى يمكن بدء مفاوضات من هذا النوع. لكن الوضع الحالي لا يبشر بتحقيق أي تقدم ما دام حزب الله على موقفه متشددا بموضوع ما بعد وقف النار، خصوصا أن إسرائيل لا تقبل بوقف إطلاق النار، وهذا هو الأساس، يجب أن تقبل إسرائيل بوقف إطلاق وهنا النار. وهنا أستاذ بشارة لنقطتين يعني أشرت إليهما منذ قليل. اليوم تجاوزت إسرائيل 17-01 ليأتي الاجتماع الثلاثي وحزب الله بالأمس للموافقة على وقف إطلاق النار. المواقف في الساعات الأخيرة لنواب حزب الله تتحدث عن وقف إطلاق النار، وأنت يعني قلت العبارة كما هي يعني ونقطة على السطر، ولكن سيتكرر اليوم تأخر الموقف أو القرار اللبناني على ما حصل في 17-01 لتتقدم إسرائيل وتأتي الموافقة اللبنانية بعد فوات الأوان إلى التوغل البري الذي أشرت إليه يعني شمال الأولي، وكل هالاحتمالات باتت مطروحة على الطاولة. نحن نتابع الواقع على الأرض والغارات الكثيفة، والليلة الماضية كانت خير دليل. هذا ما يحصل بالضبط. هم يرون المسألة مسألة صمود، وفي حين أن المجتمع اللبناني ومصلحة اللبنانية يجب أن تراها مسألة سلام، بمعنى أنه يجب أن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية، وأن يتم هناك تسوية سياسية تكون تراعى فيها مصلحة الدولة اللبنانية بشكل عام ومصلحة كل مكونات الشعب اللبناني. الإيديولوجيا التي يحملها حزب الله تجعله لا يقبل بهكذا شروط، وتجعله مصرا على سردية الصمود والمقاومة، هذا مفهوم. لكن السلطة اللبنانية، الحكومة اللبنانية يجب أن تفعل مثل ما فعلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006، نأت بنفسها عن عملية خطف الجنديين الإسرائيليين والتي سببت بالحرب، ثم ذهبت إلى مفاوضات أشركت فيها حزب الله أو من يمثل حزب الله الرئيس بري وصولا إلى القرار 1701. لكن نحن في هذه الظروف الآن في خضم المعركة. الإسرائيلي على ما أعتقد نسبة إلى ما قام به حتى الآن من ضربات عسكرية وأمنية، ونسبة إلى التوتر القائم في المنطقة، لا أعتقد أن الإسرائيلي سيقبل بسهولة
حتى ولو قامت الحكومة بهذه الخطوة، لكن عليها أن تجترح خطوة تنطلق من لبنان. هذه الخطوة تنطلق من لبنان، نحن لدينا المؤسسة القادرة على حل هذا الموضوع أو على المباشرة بهذا الحل، وهي الجيش اللبناني، وهو عماد الحل المحتمل. الحكومة حتى الآن تراوغ ولا تقول ما يجب أن تقوله في هذا الصدد، وهذا أمر في هذه المسؤولية السياسية على رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، الدعوة إلى جلسة طارئة يعني على وقع كل التطورات والاغتيالات والأزمة الأكبر قد تكون الانفجار لدى النازحين، وهنالك نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه التركيبة الديموغرافية اللبنانية المعقدة والمتداخلة بأن الانفجار قد يقترب في أي لحظة. يعني أستاذ بشارة، ما المطلوب فضلا على الموقف السياسي المتصل بوقف إطلاق النار، الالتفات إلى ما قد يحصل في الداخل اللبناني؟ حتى الآن أعتقد أن العلاقة بين المكونات اللبنانية جيدة، والعلاقة الإنسانية أثبتت كل المكونات اللبنانية والطوائف أنها تتوحد حول موضوع الإنساني وحول مساعدة النازحين. لكن ضغط النازحين يولد مشاكل ليس بين طوائفهم والطوائف الأخرى، يولد مشاكل داخل النازحين، داخل أمكنة الإيواء، يولد أمراضا وأوبئة، خصوصا أن حكومة سيد ميقاتي التي قالت أنها أعدت خطة طوارئ، ثبت أن خطة الطوارئ هذه قاصرة حتى لا نقول أكثر غير موجودة. ذلك مراكز الإيواء صارت تقريبا، نحاول أن نقول أنها تعمل شيئا ما، أن بعض النوايا حسنة، لكن المسؤوليات الحقيقية لا تقاس بالنوايا الحسنة، تقاس بالأفعال. وبرهنت الحكومة أنها منذ بدايتها حتى هذا اليوم الذي كان متوقعا والذي توقعه كثيرون، والذي حذر منه مندوبون أجانب، حذر منه برنار إيميه، حذر منه وزير الخارجية البريطاني، حذر منه أكثر من مسؤول أجنبي، حتى أن برنار إيميه عرض على المسؤولين اللبنانيين لائحة أهداف قال أن الإسرائيليين عرضوها عليه ولم يأبهوا لذلك. بقيت مسألة المحاباة والممالأة هي سيدة الموقف، بقيت الزواريب الضيقة هي ديدن هذه الطبقة السياسية، لم يقبلوا بانتخاب رئيس للجمهورية، أقفلوا المجلس النيابي، يضعون شروطا لانتخاب رئيس يتابع مسيرة المنظومة التي تسببت بنهب اللبنانيين والتي تسببت بالوصول إلى هذه الحال. كل ذلك فعلوه. نحن اليوم لا نجرد حسابات هذه المنظومة وهذه السلطة، لكن يجب تحميلها المسؤولية حتى ولو كنا في ظل حرب وفي ظل عمليات قتل تمارسها الدولة الإسرائيلية ضدنا. أشكرك جزيل الشكر مباشرة من استديوهاتنا في بيروت، المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية الصحفي اللبناني المعروف بشارة شربل، شكرا جزيلا لك.